السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم سلطان القحطاني. كيفكم شباب؟ من زمان والله عينكم، بس يعني شغلنا شوي ويعني سامحونا. طيب عموما اللي فات فات، اللي أمامكم هي الكاميرا NX7، واحدة من أهم الكاميرات الموجودة أو الكاميرات اللي تعتبر جدا مثيرة للاهتمام، نظرا لأنها صغيرة جميلة التصميم وتحمل أيضا مواصفات قوية. فرد جديد من أفراد الانيكس، قفزة كبيرة ما بينها وبين الأجيال السابقة للانيكس أو أخوان الانيكس معنا صح، نظرا لأنها تحمل زي ما ذكرت لكم مواصفات مشابهة للـ A77 والـ A560. فصراحة تستحق أنه الواحد يسوي لها فيديو، هذا مثل اللي تشوفونه قدامكم اللي عملية فتح الصندوق. فخلوني أعرفكم هذه الكاميرا ونشوف وش محتوياتها. طبعا الكاميرا بدقة 24 ميجا بكسل، 24.3 ميجا بكسل، يعني نفس المواصفات الاي 77 والاي 65، تقدر تصور في فيديو، تدعم تقنية الملاحة، البيو فايندر او المنظار نفسه رقمي، يدعم شاشة OLED. طبعا هذا شيء جدا مبهر، منظار رقمي يعني يقدر يعدل الصورة او الشيء اللي مراد تصويره، راح يعطيك الزوايا وابعادها بشكل متساوي بحيث تقدر تاخذ دقة عالية في التصوير. والشاشة 3 انش LCD، فراح توقف عند هذا الحد الى ان شاء الله راح نتكلم عنها في المراجعة الشاملة لهذه الكاميرا. راح اوريكم الان مكونات ومحتويات هذا الصندوق. طبعا انا ادري في صوت الان اللي هو فوكس حق الخاص بالكاميرا، فتستحملونا لين ندبر الميكروفون، لان عجزنا نلقى ميكروفون زي الناس صراحة في يعني استحملونا. عموما راح تشيل الغطاء، انا صراحة ما سويت فتح صندوق الكاميرا نفسها قبل، لذلك انا متحمس زيكم. عموما راح تلقى هذا الغطاء الكرتون اللي يغلف الكاميرا نفسها وهذا الصندوق الخاص فيه. طيب هذا هو، راح تلقى الشعار الخاص فيه لينكس 7، واضح وضوح الشمس. مجرد ما تشيله راح تلقى الكتيبات الخاصة بهذه الكاميرا، راح اوريكم اياها. يعني حلو تصميم الصندوق اللي تشوفونه قدامكم، لكن هذا هو الكتيب الخاص في الكاميرا. طبعا يوريك ان اللغة العربية، يعني يدعم اللغة العربية، القائمة تدعم اللغة العربية. مزود فيه CD خاص ببرامج الخاصة اللي ممكن تستخدمها في التصوير، تعديل التصوير، مونتاج فيديو، عرض الصور، يعني الاشياء الخاصة او برامج الخاصة بسوني لكاميراتها، الشيء المعتاد يعني صح، ما في شيء جديد. حطها على جنب. هذه الكاميرا، هذه الكاميرا الحلوة، نحطها على جنب عشان نشوف وش المحتويات. طيب عندنا اللي هو العلاقة الخاصة بالكاميرا، وعندنا ايضا اللي هنا ايضا الغطاء خاص بالعدسة زي ما تشوفون، يعني حلوة حلوة الصراحة. طيب العدسة اللي زي ما ذكرت لكم 18-55 ملم، ايوه ضربت الكاميرا قبل شوي اوكي اخراجها طلع سهل. وهذه يعني هذه العدسة الخاصة فيها، طبعا انت تعتمد عليها كنت في رغبتك العدسات، لكن هذه العدسة الاساسية اللي تشتريها مع الكاميرا نفسها او اللي تشوفونها اللي وريتكم اياها قبل شوي. سعر الكاميرا موجود 4999 درهم اماراتي، فسعرها قريبا جدا من ريال السعودي. راح يجيك معها شنطة وذاكرة خارجية. اذا عندك سؤال اطرحه لنا وان شاء الله لان مراجعتنا نشوفها انت بنفسك ونجاوب عليها في اثناء المراجعه، لا تخاف يعني. وحتى الحين ذا الوقت نبغى نطلب منكم خدمه بسيطه جدا، ايش رايك تسوي نشر الفيديو، زر اللايك، دعم يعني نقدر الصراحه وما نقدر نستغنى عنكم. فاذا تقدر اوكي شكرا لك ما تقصر، واذا عجبك الفيديو لا تسوي شير الا انت متاكد انه عجبك الفيديو. كما اخوك سلطان قحطاني من قطاع كبير الحدود، اشوفكم على خير ان شاء الله، مع الف سلامه.